امرأة تقول: زوجي يريد أن يدخل الدش إلى بيتي، وقد خيرته بيني وبين الدش وهو مصر على ذلك. جزاك الله خيرا، استمري في إنكار المنكر وغلظي عليه أنه ما يدخل الدش في بيته. فإذا أدخله وأنت كارهة لذلك ولم ترضي به فالإثم يكون عليه، لكن أنت ابتعدي عن محل الدش، ابتعدي عن الغرفة التي فيها ما يبثه هذا الدش، لا تدخلين هذه الغرفة أبدا، ابتعدي عنها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.